السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب مصر، يعني ونتمناو له ان يفوز امام غانا. ان شاء الله يفوز امام غانا لان محتاج هذا الفوز، يعني محتاج هذا الفوز. ان المباريات يعني ويقولوا انا نبدا نقول باللي الجروب تاع مصر وتاع تاع كيسموه الجروب تاع مصر والجروب تاع كيفاش نقولوا الجروب تاع مصر والجروب تاع تونس هو اللي صعيب، هو اللي صعيب برك. هذا مكان وين تعد مواجهه مصر وغانا المقرره غدا ضمن منافسه الجوله الثانيه في المجموعه الثانيه لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، مهمة جدا لكل منتخبين ملزمين بتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض تعثرهم في الجولة الأولى والحفاظ على كامل حظوظهما في مواصلة يعني مشوارهم بمسابقة القارية. خاطر مصر عندها 1 بوان، غانا عندها 0 بوان، ما غاديش تكون مباراة سهلة. هذه هي وين واحدة دارت 2-2 وواحدة خسرت 2-1. يعني احنا قبل نبداو الفيديو تاعنا ماذا بكم دي جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو، ما تنساوش يعني لي لايك، ونتمنى ان شاء الله نفوتوا 5000 لايك يعني باش نقلعوا واحد التبليغات على المرضى مساكين. ويتصدر المنتخب راس الاخضر المجموعه يعني الثانيه بعد فوزه على غانا بنتيجه هدفين لهدف، فيما احتاجت مصر الى ركله جزاء في الرمق الاخير سجلها محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي لحصد التعادل المخيب مع الموزمبيق بهدفين لهدفين. مصر وغانا قوتان اساسيتان في الكره الافريقيه يعني باعتراف الجميع، فالمنتخب الفراعنه ابطال افريقيا 7 مرات آخرها في عام 2010، فيما توج نجوم السوداء باللقب 4 مرات آخرها في عام 1982، يعني وخسر النهائي أمام المنتخب المصري في 2010 بهدف 0. وفي التقرير يعني وين نتكلموا على أرقام تاريخية وحقائق عن مواجهة مصر وغانا بناء على ما جاء في موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاب. ستكون هذه المواجهة خامسة بين مصر وغانا على ما أظن، على ما أظن كانت آخر مباراة في 2010 في النهائي وإن هزموا بهدف لصفر في الدقائق الأخيرة في النهائي 2010. وستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا، حيث سبق وأن التقيا 3 مرات يعني مر في مراحل مجموعات، فوز واحد لكل منهما، تعادل واحد وهدفان لكل فريق مرة واحدة في النهائي الذي فاز بها مصر في عام 2010 بنتيجة هدف لصفر. وفازت مصر في آخر مبارتين ضد غانا في كأس أمم إفريقيا بهدف لصفر خلال نهائي 2010 وبنفس النتيجة في دورة المجموعات في نسخة 2017، تلاقاو 2017 التالية كاع. وخسر المنتخب مصر مواجهة واحدة فقط من آخر 20 مباراة له في الدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، فاز في 14 وتعادل 5 مرات، وكانت آخر هزيمة بنتيجة هدف لصفر أمام نيجيريا في عام 2022 بعد تعادل هدفين لهدفين مع الموزمبيق في الجولة الأولى. سيتطلع الفراعنة إلى تجنب الفشل في أي من أول مبارتين له في الدور المجموعات في البطولة منذ أن فعل ذلك في عام 1992 والتي تضمنت هزيمة أمام غانا في الجولة الثانية. منيت غانا بهزيمة بنتيجة هدفين لهدف أمام رأس الأخضر في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا. ولم يخسر منتخب نجوم السوداء أول مبارتين له في بطولة منذ عام 1984 عندما هزم يعني هزم أمام نيجيريا والجزائر. لم تحقق غانا أي فوز في آخر 5 مباريات لها في كأس أمم إفريقيا، تعادلت في 2 وخسرت 3، وهي أطول سلسلة بلا فوز لغانا على الإطلاق في بطولة، إذ خسر في آخر مبارتين لها
بهدفين يعني ب3-2 امام جوز القمر في عام 2022 وهدفين لهدف امام راس الاخضر وفي الجوله الاولى هذا العام، ولم يسبق لها ان خسرت 3 مرات متتاليه في كاس امم افريقيا. المباريات الاربعه السابقه بين مصر وغانا في كاس امم افريقيا لم تسفر الا عن 5 اهداف من 4 يعني من 4 من اخر اهداف سجلتها غانا في كاس امم افريقيا، جاء من ركله ثابته يعني 3 ركلات ركنيات وركله حره واحده، وسجل المدافع يعني جيكو هدفين اخرين اخر يعني لاعب غاني سجل 3 اهداف متتاليه له في كاس افريقيا كان يعني كان مبارك واكسيو في 2013. هدف الأول لمحمد صلاح مع مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا جاء في مرمى غانا عام 2017 بهدف لصفر، وسجل في آخر مبارتين له ضد نجوم السوداء خلال تصفيات كأس العالم 2016 وفي كأس أمم إفريقيا 2017. قبل مواجهة مصر وغانا سجل النجم محمد صلاح 7 أهداف في بطولة كأس أمم إفريقيا للفارعين خلف حسن شادي ب 12 هدف وحسام حسن 11 هدف وأحمد حسن 8 أهداف في قائمة الهدافين المصريين بارزين في المسابقة. وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل في 4 بطولات مختلفة لكأس أمم إفريقيا يعني في 2017 2019 2022 و2023 وذلك بفضل ركلة جزاء متأخرة والتي سجلها أمام موزمبيق في الجولة الأولى اللي ضربت في العارضة ودخلت منعت أو منعت أبوي والله لا منعت هذه هي وين نقولوا بلي وين نقولوا بلي المنتخب الوطني المنتخب المصري وين نتمناو له ان شاء الله نتمناو له ان شاء الله بربي يفوز هذه المباراه امام منتخب عنيد منتخب من الصعب يعني التكهن به في النتائج تاعو واحد هذا الصح منتخب يعني تحسهم براده تحسهم دخلوا يبردوا تحسهم بزاف صوالح هذه هي تحسهم دخلوا يبردوا تحسهم ما تقدرش كاع سيبهم داروا ديكات هذه هي اخويا هذا هو وين المنتخب مصري يعني نعرف بلي منتخب مصري يعني لا يستهان به بالك هذه هي وين غادي يقول لك نتاع في هذه المباراة ان شاء الله نعرف بلي المنتخب المصري غادي يقول لك نتاع في هذه المباراة نشجع انا واحد الناس غادي يشجع المنتخب المصري متعليقا نشجع المنتخب المصري غدا ان شاء الله رانا مع المنتخب المصري من اجل الفوز على المنتخب يعني الغاني وفانك القارعو فانك القارعو ما ننساوش القارعو فانك المنتخب التونسي كان يقولك على ما تقولش الجزائري يعني الجزائر راني عارف روحي واش راني نهدر راني عارف روحي واش راني نهدر هذه هي ماشي سهلة والله ما سهلة كاع كل شيء بقى صعيب كل صعيب صورتو المجموعة تاع مصر وتاع تونس مجموعات صعب بزاف يعني صعب ماشي زعيق ماشي قسرة كما يقول لك ماشي قسرة خليهم ماليش بغيت تلقى صعاب صورتو تاع مصر مصر على التوحات نربه وخات عليها عارفينها بلي صعيبه
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ولي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. صحيتو.